بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إذن كنا قد تطرقنا في الدروس السابقة للأعداد الكسرية. الأعداد الكسرية مقارنة وترتيبا كتابة ثم مرورا بالجمع والاختزال. اليوم نتمم هذه السلسلة ونتطرق لدرس جديد ألا وهو طرح الأعداد الكسرية. إذن طرح الأعداد الكسرية. لكن قبل الغوص في ذلك سوف نقوم بتذكير بسيط لما قد رأينا. إذن نذكر بجمع عددين كسريين. نضع المثال الأول، مثلا السؤال يقول مثلا أنجز وأختزل. إذن مثلا المثال الأول، 4 × 10 + 2 × 10 كم تساوي؟ ثم المثال الثاني، 3 × 14 + 4 × 14 كم تساوي؟ إذن قلنا لجمع عددين كسريين، أولا نحتفظ بالمقام الموحد. إذن كما ترون هنا، تلاحظون هنا المقام هنا هو 10، مقام العدد الكسري الثاني هو 10، إذن المقام هو موحد. إذن سوف أضع 10 ثم أجمع بسطيهما، أجمع بسطي العددين الكسريين. إذن 4 + 2، أضع 4 + 2، إذن كم تساوي؟ 4 + 2، نعم 6 × 10، 6 × 10. إذن هنا لاختزال العدد سوف أضيف أو أمسح هذا العدد الكسري هنا لأتمم العملية الأولى. إذن 6 × 10 كم تساوي؟ أريد اختزال هذا العدد. إذن ألاحظ أن 2 أو أقسم البسط على 2 ثم المقام على 2. إذن 6 × 2 تساوي 3، نعم، ثم 10 × 2 تساوي 5. إذن 3 × 5 يمثل ماذا؟ إذن 3 × 5 يمثل الشكل المختزل للعدد 6 × 10. نعم. نضيف مثال آخر، مثلا كما قلنا 3 × 14 + 4 × 14 كم تساوي؟ نعم، كما تلاحظون لدي هنا المقام واحد هو 14. إذن أحتفظ بنفس المقام 14 ثم أجمع بسطي العددين الكسريين 3 + 4. إذن أكتب 3 + 4 كم تساوي؟ 3 + 4 تساوي 7، نعم، في البسط، ثم 14 في المقام. إذن أريد أن أختزل هذا العدد الكسري 7 × 14. إذن كم يساوي؟ إذن أقسم البسط والمقام على نفس العدد. إذن أقسم البسط على 7 ثم المقام كذلك على 7. إذن كم يساوي؟ 7 × 7 يساوي 1، ثم 14 × 7 تساوي 2. أحصل على العدد أو الشكل المختزل هو 1 × 2. حسن جدا. إذن هذا رأيناه في الدرس السابق. نمر الآن
إلى درسنا لهذا اليوم نطرح الأعداد الكسرية وننطلق من الوضعية التالية. إذن الوضعية تقول باع مزارع اثنان على ستة من إنتاجه، أكتب إنتاجه الزراعي من محصوله الزراعي، باع السدسين ثم احتفظ بالباقي لأسرته. إذن احتفظ بالباقي لأسرته. أعيد، باع مزارع سدسي يعني اثنان على ستة من إنتاجه أو من محصوله الزراعي ثم احتفظ بالباقي لأسرته. إذن السؤال المطروح ما هو؟ أحسب العدد الكسري الذي يمثل الجزء المخصص لاستهلاك الأسرة نعم. إذن أعيد، باع مزارع سدسي إنتاجه ثم احتفظ بالباقي لأسرته. إذن السؤال يقول أحسب العدد الكسري الذي يمثل الجزء المخصص لاستهلاك الأسرة. إذن هنا أمسح هذا الجزء من السبورة ثم نقوم بتصحيح المسألة. إذن كما تلاحظون هنا باع سدسين، إذن نلاحظ المقام هو ستة، إذن الوحدة الكاملة نمثلها بالمستقيم التالي، إذن هذه تمثل وحدة كاملة يعني المحصول الزراعي بأكمله. إذن باع سدسين، يجب أن أقسم هذا المستقيم إلى ستة أجزاء متساوية، إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم ستة. إذن المزارع باع سدسين يعني اثنان أو جزئين من ستة، اثنان على ستة، إذن هذا الجزء يمثل اثنان على ستة أو سدسي الإنتاج، ثم نلاحظ الباقي. إذن نلاحظ كم تبقى من هذا المحصول الزراعي، نحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة، نلاحظ أن المحصول المتبقي هو أربع أجزاء من ستة، إذن ماذا يمثل؟ أربع أجزاء من ستة. إذن لكي نحول هذه التمثيل إلى عملية ماذا نفعل؟ إذن سوف نقوم بعملية الطرح، إذن نحول هذه إلى أرقام. إذن الوحدة الكاملة هي ستة على ستة، تمثل الوحدة الكاملة يعني المحصول الزراعي بأكمله، ناقص أطرح منها اثنان على ستة سدسي الإنتاج الذي باعها المزارع في السوق. إذن اثنان على ستة ثم أضع علامة تساوي. ألاحظ ماذا هنا؟ ألاحظ أن لدي نفس المقام ستة، إذن أحتفظ بالمقام ستة كما رأينا في عملية الجمع. ثم ألاحظ هنا البسطين، هنا ستة ثم اثنان، إذن أطرح اثنان من ستة، إذن اثنان هو البسط الأصغر ثم ستة هو البسط الأكبر، إذن أطرح اثنان من ستة، إذن ستة ناقص اثنان كم تساوي؟ أضع ستة ناقص اثنان تساوي، إذن ستة ناقص اثنان تساوي كم؟ إذن أربعة على ستة، حسن جدا. إذن كما تلاحظون هنا المحصول المخصص لاستهلاك الأسرة هو أربعة أسداس، أربعة على ستة كما تلاحظون هنا.
اكتب بلون مغاير. هنا 1 2 3 4 أربعة اجزاء من 6، اذا 4 على 6 هو الجزء المخصص لاستهلاك الاسره. اكتب هنا استهلاك الاسره. اذا هنا 4 على 6 لكي اختزل هذا العدد كم تساوي؟ اذا اقسم البسط والمقام على 2. 4 قسمة 2 تساوي 2، ثم 6 قسمة 2 تساوي 3. إذن 2 على 3 يمثل الشكل المختزل للعدد 4 على 6. إذن بهذا نكون قد تعرفنا على كيفية طرح عددين كسريين. هو أو القاعدة تقول لطرح عددين كسريين يجب أن أحتفظ أولا بالمقام أو المقام الموحد، ثم أطرح البسط الأصغر من البسط الأكبر كما رأينا بالنسبة للجمع. إذن هنا 2 على 3 والشكل المختزل لأربعة على 6. إذن إلى هنا ننهي حصتنا لهذا اليوم. إذن بإمكانكم إنجاز تمارين الكتاب المدرسي لنصححها في الحصة القادمة إن شاء الله.